طيب لم يأتي، نكمل. دكتور موجودة. نعم طيب، اتصل علينا. خلينا يعني بشكل سريع نحكي اللي سويناه مع بعض، اللي هو حكينا في عندي سي فيها 5 والإكس فيها 1، وطبعنا على الشاشة إنه السي تساوي 5 والإكس تساوي 1. بعدين اجينا هون اتفقنا انه هاي الجمله انقسمت لجملتين، الجمله الثانيه هي النقصان لانها الماينس ماينس جاي بعد الفاريبل، الجمله الاولى هي الكونديشن اللي هو اكس اقل من 1. فاجينا عملنا ايفالويت للكونديشن اول واتفقنا انه نتيجه الكونديشن فولس. بعدين صار السؤال انه هل اعمل النقصان ولا احكي ما بعمله لانه النتيجه فولس والكونديشن انجبرنا انه ينعمل قبل النقصان، لانه هيك الترتيب اللي اجى. هذا السؤال اللي اختلفنا عليه. فايش كان رايك لميا؟ انا بتوقع انه الدكتور ما بنعمل لانه النتيجه طلعت فولس، فخلص يعني انه ما بعمل الان غيرت رايك، هو جوابك الاول هو الصح. لا دكتور، مش انا اللي كنت معك اول وحده. مين اللي بحكي؟ ولا مين اللي كانت معي؟ مش انت لميا؟ انا لميا، بس مش انا اللي كنت عم بحل هاي الجمله، كان في بنت ثانيه. ما مين اللي كانت؟ جوزلينا. طيب ممكن لميا تخليني اكمل مع لينا؟ اكيد دكتور. لينا تفضلي. دكتور انا اللي كنت اجاوب. اوكي طيب. لينا زي ما حكت لميا انه يعني اللي حكته لميا خطا فعليا، اللي هو لانه جمله النقصان جاي بعد الكونديشن، فلميا بتحكي انها بتعتمد على نتيجه الكونديشن. هو الجواب انه لانه الجملتين مدمجات مع بعض، فهم هم ما بيعتمدوا على بعض، لكن لازم يتنفذوا بالترتيب المعين. يعني الخلاصة إنه النقصان حاصل بغض النظر عن نتيجة الكونديشن. لكن أنا كنت أحكي لك إنه أول إشي راح يعني كونها بيجيب قيمة إكس القديمة فبيضيف لها 1، بعدين بيقارنها مع النقصان. لا 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 لينا، ما في إضافة. أول إشي العملية نقصان مش إضافة. هو بنفصلها. ما راح اللي أنت بتحكي إنه بنقص منها 1 بعدين بشيك الكونديشن. غلط. ما الترتيب اللي إجا عنا لازم الكونديشن أول بعدين النقصان، لأنه الماينس ماينس جاي بعد الفاريبل. هذا الترتيب اللي إحنا مجبرين عليه. لكن الملاحظة المهمة انه بالرغم من انه الكونديشن قبل النقصان، الا انه النقصان ما بيعتمد على نتيجه الكونديشن. مين اللي بيعتمد على نتيجه الكونديشن؟ اللي جوا الاف، هذا هو اللي جوا الاف، البلس بلس سي، هذا اللي بيعتمد على نتيجه الكونديشن. اما الاكس ماينس ماينس هي مش جوا الاف، تمام، هي مدمجه مع الكونديشن. فالاكس ماينس ماينس راح يتم النقصان على كل الاحوال، لكن الفرق انه يتم قبل الكونديشن ولا بعد الكونديشن. ليش بيفرق انه يتم قبل الكونديشن ولا بعد الكونديشن؟ لانه ممكن ياثر على الكونديشن. لو انقص اول بصير الكونديشن قيمته ترو. راح ياثر. اوكي، فاذا مهم نعرف انه الكونديشن حيتنفذ اول ولا النقصان اول. لكن المهم الثاني انه نعرفه انه النقصان راح يتم حتى لو نتيجه الكونديشن فولس، بغض النظر الكونديشن كان قبله ولا بعده، النقصان راح يتم. اوكي، اللي بيعتمد على الكونديشن، على نتيجه الكونديشن، هو اللي داخل الاف، هذا اللي بيعتمد على نتيجه الكونديشن. فاذا الاكس ماينس ماينس الجواب انها راح تتنفذ حتى لو كانت نتيجه الكونديشن فولس، راح تتنفذ. طيب شو تنفيذ هالاكس ماينس ماينس يا لينا؟ الاكس ماينس ماينس اللي هي راح ينقشيل من الاكس 1.
بده يشيل من الاكس واحد، فبالتالي الاكس كم بدها تصير؟ زيرو. الاكس بدها تصير زيرو. تمام. الان بده يجي يدخل ينفذ اللي جوا الاف. الان بده يقرر يدخل جوا الاف ولا ما يدخل. القرار حيكون بناء على شو؟ بناء على النتيجة هاي اللي هي فولس. مش بدي ارجع احسب الكونديشن، خلاص حسبت الكونديشن، مش برجع بقول ما هي الاكس صارت صفر والصفر اقل من واحد. أيوة. لا خلص انا حسبت الكونديشن، والكونديشن كم طلع معي؟ فولس. طلع معي فولس، فبالتالي اذا الكونديشن فولس معناته ادخل على الاف ولا ما ادخل؟ لا ما راح يدخل، ما راح يدخل، فبالتالي مش راح تتم هاي الزياده. هيجي هون مباشره على السي اوت. السي اوت شو راح يطبع لي؟ قيمه السي كم؟ قيمه السي 5. راح نلاحظ انه ما زادها. وقيمه الاكس كم راح نلاحظ انها صارت؟ زيرو. زيرو لانه نقصها بالرغم من ان الكونديشن فولس. هذا اكزامبل مهم كثير، يعني ببين بدقه اللي فاهم واللي مش فاهم. خلينا نشوف يعني داخل الاف بيتنفذ، بس اللي داخل الاف ما بيتنفذ. هذا لا، اللي جوا الكونديشن اللي مع الاف. هو الكونديشن مش اسمه جوا، هذا اسمه مد مجمع الكونديشن، ما له دخل بالاف. اوكي. هو بيتنفذ على كل الاحوال، بس الفرق انه بيتنفذ قبل الكونديشن ولا بعد الكونديشن. اوكي. اما نتيجه الكونديشن هي اللي بتحكي لي انه ادخل على الاف او لا. خلينا ننفذه نشوف اللي حكيناه صحيح ولا لا. إذا السي 5 والإكس 1، بعدين السي 5 والإكس 0، شايفين زي ما حكينا بالضبط. طيب شكرا يا لينا. بدي الآن حدا ثاني إيش التعديل اللي بدنا نعمله؟ بدنا بدل إكس ماينس ماينس تكون ماينس ماينس إكس. طبعا قبل لا نعمل بدل x ماينس 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 x، لو خليناها زي ما هي، لو بس البلس بلس c عملناها c بلس بلس، بفرق إشي عندي؟ ما بفرق، لانه حكينا هاي الجمله مش مدمج مع شيء، فما بتفرق انها بلس بلس c ولا c بلس بلس. رح نلاحظ انه الاوتبوت ما راح يختلف علي بالمره، 5 1 بعدين 5 0، ما راح يختلف علي الاوتبوت. اوكي. فهي ما بتفرق معي انها سي بلس بلس ولا بلس بلس سي، بس هاي اللي بتفرق معي. بدي اشيل الماينس ماينس من هون واحطها قبل الاكس. بدي الان حدا يتبع لي شو راح يصير. انا حكيت لايمان، بتذكر ايمان معي. ايمان تعملي انميوت. إيمان لازم تعملي أنميوت للميكروفون عندك. مش ضابط معي. طيب نشوف هاشم. هو دكتور معك. دكتور بالاول بطبق الماينس ماينس اكس، فبسمح لي اني اطبع هاشم نتبع. تمام. كل يفهم. اول اشي عرفنا فاريبل اسمه سي، حطينا فيه ايش؟ 5. طيب وبعدين هاشم عرفنا اكس وحطينا فيه 1، واجينا على شاشه الاوتبوت قال لي اطبع لي قيمه السي، طبعنا له سي تساوي 5، واطبع لي قيمه الاكس، طبعنا له اكس تساوي 1. طيب الان اجينا للجمله المهمه هاي. حكينا الجمله المهمه هاي السي بلس بلس ما لنا دخل فيها. تمام. انا اشكاليتي هنا انه هاي الجمله هي كونديشن مع نقصان، فبدي اقسمها لكم جمله؟ جملتين. جملة النقصان اللي هي ماينس ماينس اكس، وين تكون هاي؟ أولى ولا ثانية؟ أولى دكتور. أولى ليش؟ مشان
يعني دكتور شنن تطرح تصير صفر ونقدر نفوتها سي بلس بلس هاشم وتصير سي هاشم 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 دقيقة شوي معك أخوي. ليش أنت سألتك جملة الماينس ماينس إكس أحطها أول ولا أحطها ثاني؟ حكيت لي حطها أول، سألتك شو السبب؟ قبل شوي حطيناها ثاني جملة النقصان، ليش في المرة هاي بدنا نحطها أول؟ إيش نحطها قبل الكونديشن؟ مشان أنا أنفذها دكتور، لأنه الماينس ماينس قبل كان، لأنه إشارتين الماينس ماينس محطوطات قبل الفاريبل. هذا بيدلني على إنه الجملة الماينس ماينس لازم تكون هي الجملة تنفذ أول. نعم. والجملة الثانية شو هي هاشم؟ جملة الكونديشن شو هي؟ الكونديشن اللي هي سالب سالب اكس دكتور ماينس ماينس اكس. لا ما في سالب، ما في سالب. لا ماينس ماينس الكونديشن. لا 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 ما في ماينس ماينس. خلاص ماينس ماينس هنا حطيناها هون بالجملة الأولى. الجملة الثانية شو راح تكون هاشم؟ الكونديشن لحاله من غير اكس تساوي ما في تساوي الكونديشن. شو الكونديشن؟ اقرا لي الكونديشن من غير الماينس ماينس. اكس دكتور اكس ايوه وبس والله صراحه مش عارف ما عنديش علم. شو بعد الاكس؟ اقرا المكتوب على الشاشه. شو بعد الاكس؟ شو بعد الاكس مكتوب عندك؟ اصغر من واحد. اكس اقل من واحد، هذا هو الكونديشن. اقل من واحد اوكي. اكس اقل من واحد. طيب هيك صار ترتيب الجملتين، اول اشي ماينس ماينس اكس، بعدين اكس اقل من واحد. بدنا ننفذهم على هذا الترتيب هاشم. فاول اشي بدي انفذ الماينس ماينس اكس. شو تنفيذها هاي هاشم؟ شو بتعمل الماينس ماينس اكس؟ صفر بتصير دكتور، بتشيل الواحد، تطرح من الواحد هاي بتصير صفر. ممتاز 100%. طيب بسمح لي الان بدي ينفذ الكونديشن، بدنا نشوف نتيجه الكونديشن ترو ولا فولس. حيجي ترو دكتور، هل الاكس اقل من واحد؟ الاكس صفر اقل من واحد، الجواب ترو 100%. الان لانه النتيجه ترو راح يسمح له يدخل على الاف ولا لا؟ بلى راح يسمح لي دكتور، راح يسمح له. فايش راح يلاقي جوا الاف موجود عندي؟ سي بلس 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 سي بلس بلس. تمام. شو السي بلس بلس بتعمل؟ 5 زائد 1 بتعطيني 6 دكتور، بتصير مكان السي بدل 5 6. خلصنا من الجملة هاي. الآن إجا على الجملة الأخيرة بيقول له اطبع لي قيمة السي وقيمة الإكس. كم قيمة السي يا هاشم؟ السي 6 دكتور، السي صارت 6. وكم قيمة الإكس يا هاشم؟ صفر، والإكس صارت 0. نعمل رن هاشم مع بعض نشوف الجواب. بالبداية الإكس 5 السي 5 والإكس 1، بعدين صارت السي 6 والإكس 0. شكرا يا هاشم، يعطيك العافيه، بسجلك مشاركه. طيب واضح يا شباب، يعني هي اعطيتكم اكزامبلز كثيره. الاصل يعني الموضوع تستنفذ حقه. طيب نرجع للسلايدات. هذا الموضوع خلاص يعني اشبعناه. نستد كنترول ستراكشر احنا بدينا فيه من المره اللي فاتت، اخذنا اكزامبلز كثير فيها لوب جواتها اف جواتها سويتش اخذنا، مضبوط. هذا كمان اكزامبل على لوب داخلها سويتش، اخذنا اكزامبل عليه. هذا كمان اكزامبل، يعني هو شبيه جدا بالإكزامبل اللي أخذناه. ف مش عارف نعمله ولا نعمله لحد، لازم نبلش بالفور يعني ظهر الفور للمحاضرة الجاي. طيب خلينا نعمل الإكزامبل، خلينا نعمل الإكزامبل. الإكزامبل إيش بحكي؟ بحكي بدي أقرأ من اليوزر علامات. برضو إحنا اللي عملناه كان بقرأ من اليوزر علامات، بس كان يقرأ العلامات أرقام ويعد كم واحد ناجح وكم واحد راسب.
وأحيانا عملناه كان يقرأ نتائج، يقرأ واحد للناجح واثنين للراسب، ويعد كم واحد ناجح وكم واحد راسب. الآن هذا البرنامج شو بيختلف؟ بيحكي العلامات بدي أقرأهم أحرف، والأحرف عندي A و B و C و D و F، خمس أحرف العلامات بده يقرأهم من اليوزر. وشو بده يعمل؟ بده يعمل عداد لكل علامة، يعني في الأخير بده يقول له في خمس طلاب علامتهم A، في طالبين علامتهم B، في صفر علامتهم C، في صفر علامتهم D، في عشر علامتهم F، تمام؟ وإذا دخل غير من A ل F يعطيه incorrect grade، يحكي له هاي اللي دخلتها غلط، لازم تدخل يا A يا B يا C يا D يا F، تمام؟ نعمل هذا البرنامج. طيب ومتى يوقف؟ نعمل ويظل يقرأ منه، يظل يقرأ منه لحد ما مثلا احنا عملنا يقرأ arbitrary number، عملنا برنامج يقرأ، يعني لو هون بيرجعني، اشوف لمتى بيرجعني، لو اضل اعمل undo ويرجعني للبرنامج نبدأ منه. طيب هذا البرنامج اللي عملناه صح؟ غيرنا عليه البلس بلس. طيب هذا البرنامج اللي عملناه، عملنا احنا برنامج while جواتها سويتش، تقرأ العلامة، بس تقرأ العلامة كانتجر كنتيجة، إما واحد للناجح واثنين للراسب، وبيعمل سويتش على هاي العلامة، بيعد العلامات طبعا، بيعمل سويتش على هاي العلامة، إذا كانت ناجح يزيد عداد الناجحين، وإذا كانت راسب يزيد عداد الراسبين، وإذا غير هيك يحكي له هاي النتيجة incorrect، دخل لي إما واحد أو اثنين. طيب خلينا نعدل على هذا البرنامج، أسهل نبدأ منه، نعدل على هذا البرنامج بحيث انه العلامات تقلب احرف. اوكي، فايش اول شيء عشان العلامات تقلب احرف؟ بدي هون الجريد بدل ما هي انتجر شو اعملها؟ اعملها كاركتر، تمام. طيب هاي عملناها كاركتر، السي هو العداد اللي بعد الطلاب، بعد كم علامه اخذت. طيب الآن هنا في عندي عداد بعد الناجحين وعداد بعد الراسبين، هو ما بده زي هيك، هو بده عداد يعد له كم علامة A دخلت، خلينا عداد نسميه A، أوكي، وبده عداد أو مثلا نسميه إيش بدكم A count، أوكي بصير، نبدأ بصفر، وبده عداد للB هي B count، وبدنا عداد لإيش كمان؟ للسي للدي وللأف، هنا واحد للسي واحد للدي واحد للأف، هاي العلامات اللي عندي A و B و C و D و F، فعملت لكل واحد عداد بيبدأ من الصفر. طيب يعني جملة الويلكم هاي مش مهمة، بدك تدخل grades، فممكن تحكي له إنه grades هي إما A يعني A to F، طبعا ما في الE مش موجودة كعلامة، بس يعني عشان نختصر بالكتابة A to F. بدي أحكي له الآن لما أنت done، أنا شو هون حكيت له؟ دخل لي سالب واحد. الآن السالب واحد هون ما بتزبط، ليش؟ لأنه الG character، الG مش integer، فبدي أختار حرف بدي أختار حرف بدل ما أختار، يعني بدي اختار رمز بدل ما اختار انتجر فاليو. فممكن مثلا خلينا نتفق على حرف الزد، بدي احكي له دخل لي زد كابيتال اذا انك خلصت. فهون بالوايل اذا شو بدي احكي له؟ طالما الجي لا تساوي زد، هاي شباب كيف اتفقنا نكتب الكاركتر؟ لما بدي اعطيه فاليو تفرج اعطاني تحته ايرور، وشو الايرور تبعه؟ بيحكي لي انه الفاريبل هذا مش معرف. فيارا كيف لازم نعمله هذا؟ بنحطها بين single quotes، بدنا نحطها بين single quotes،
مشان يقبلها. فإذا بدي أحكي له، شكرا يا رب، إذا بدي أحكي له طالما الجي لا تساوي حرف الزد اشتغل. طيب شو بده يشتغل؟ طبعا احنا بنكون قرأنا الجملة، قرأنا أول علامة قرأناها قبل، أوكي، وهون شرحنا له بتذكر، هون كاتبين له واحد فور، يعني بدناش نحكي له هيك لأنه خلص حكينا له من A ل F لازم يدخل، أوكي، وهي جريد مش ريزلت، أو ريزلت ما بتفرق جريد ولا ريزلت. طيب فقرأنا منه العلامة الأولى، الآن بنحكي له إذا العلامة لا تساوي زد ادخل عدها كعلامة وعمل سويتش عليها. الآن بدنا نعمل الكيسز، نفس الإشي الكيسز، بدنا نحطهم بين سينجل كوتس، بدنا نحكي له إذا كانت العلامة A زيد لأي عداد، عداد الـ A، وعمل بريك عشان ما يزيد العدادات الثانية. نفس الإشي بدي أحكي له إذا كانت العلامة B زيد لعداد الـ B، الـ B count. نفس الكلام بدي أكرره إذا كانت العلامة C أو D أو F، هاي نيجي على C منزيد عداد الـ C، نيجي على الـ D منزيد عداد الـ D، نيجي على الـ F منزيد عداد الـ F. تمام؟ هاي مشينا على الكيسز كلها تبعت الـ G. وإذا دخل غير هيك يحكي لي incorrect grade enter A ل F or enter Z to N. تمام؟ هيك بدنا نحكي له إذا أخطأ بالعلامة. طيب الآن بس يخلص، أو مش بس يخلص، هون برجع بطلب منه العلامة اللي هي نفس اللي كاتبينها احنا برا اللوب، كاتبينها بنهاية اللوب عشان يعدل على العلامة، اوكي، وقلنا بنشيل منها هاي الأشياء، بنقرأ العلامة مرة ثانية وبنتهي اللوب هون. الآن بس يخلص بشوف إذا العلامات لا تساوي صفر بده يعدله كم وحدة A، كم وحدة B، كم وحدة C. فبدنا نحكي له الـ A's، الـ A's يساوي، نطبع له الـ A count. بعدين نفس الإشي بدنا نعمله للـ B، للـ C، للـ D، للـ F. نيجي نحكي له الـ B ونطبع له الـ B count، الـ C ونطبع له الـ C count، الـ D ونطبع له الـ D count، والـ F نطبع له الـ F count. تمام؟ فنطبع لي إياهم كلهم. أو إذا ما دخلوا الإعلام نحكي له no grades were entered. تمام لهون؟ نجرب نعمل له run هذا، بعدين نعدل عليه شوية تعديلات أو أطلب تعديلات وأشوف مين بيشاركني فيها. طيب rebuild start without debugging. طيب you will be asked to enter your grades A ل F. When done please enter Z. طيب enter grade for student number one. فباجي بحكي له مثلا الأول علامته A، طيب والثاني كمان A، الثالث نيجي نحكي B واحدة، الرابع نحكي C كمان C كمان C كمان C. طيب اللي بعديه نحكي مثلا بدناش ولا واحدة D، ونحكي في اثنين أو ثلاثة F. طيب بعدين نيجي نحكي في مثلا كمان واحد A، بس يجينا دخلنا الـ A small بيقبلها مني، شو أعطاني؟ error، صح؟ حكالي incorrect grade. ليش؟ لأنه إحنا برمجناه، إذا لاحظته هنا برمجناه على إيش؟ على بس الكابيتال، أوكي؟ الآن رح أسألكم هذا أول سؤال، يعني بس نخلص تنفيذ البرنامج، كيف بدي أخليه يستوعب كابيتال أو سمول؟
طيب خلص نفرض انه خلصنا اللي هم 2a 1b 4c 3f ولا 1d. خلصنا، كيف بدي اقول له انه خلصنا؟ بدخل له زد، زد كابيتال ولا سمول؟ كابيتال، احنا برمجناها هاي زد كابيتال وانتر. فين طبع لي النتائج؟ قال لي اعداد الايز 2، اعداد البيز 1، اعداد السيز 4، الديز 0 والاف 3. تمام، ستريت فورورد البرنامج. بس انا حاب اتدرج فيه شوي شوي عشان نوصل للصيغه اللي موجوده بالسلايد، مشان يعني ما تتفاجأ ليش عامل هيك بالسلايد. طيب فاول سؤال سالتكم اياه، كيف بدي اخليه يستوعب العلامات سواء كانت A to F او A to F زي هيك يستوعبهم. اوكي، انه يطلع خلص، بس يطلع على الزد كابيتال، ما بدي يستوعب الزد سمول، بس العلامات يستوعبهم سواء كابيتال او سمول. طيب مين يا شاركتي معنا؟ ما في حدا ثاني؟ ما في حدا حابب يشارك؟ طيب افياء تفضلي. انه دكتور بنروح على جملة السويتش. عيني روحت يا افياء على جملة السويتش. شو بعد الكيس الاي كابيتال بنحط كيس سنجل هون كوتيشن اسمه. بعد هاي اعمل لها كوبي بس اغير الاي كابيتال لاسمول. هيك ايش بصير عندي؟ بصير عندي سواء كانت A capital او A small حيدخل من هاي النقطة او هاي النقطة ويجي يعمل increment للكاونتر، صح؟ ما بتفرق عنده انها capital ولا small. هيك بنفس الطريقة للبي وللسي وللدي وللاف بقدر اخليه يستوعب البي small والسي small والدي small والاف سمول. طيب نعمل رن فيها نشوف. فنحكي له الان في عندي علامه A كابيتال وعندي علامه A سمول، لازم يعدهم ثنتين، ما اعطاني انكوركت، بيرفكت. وعندي B كابيتال وعندي B سمول، وعندي C كابيتال وعندي C سمول، وعندي دي كابيتال وعندي دي سمول، وعندي اف كابيتال وعندي اف سمول. لازم من كل واحدة يكون كم اعطاني؟ ثنتين. اثنين. هاي كل واحدة اعطاني ثنتين. شكرا يا افياء، شكرا. طيب هذا السؤال الاول، هاي التعديل الاول سويناه. التعديل الثاني يا شباب، التعديل الثاني بدنا نتعرف على رمز جديد. بدي اياه يعني هو بتذكر بالسؤال بيحكي انه بده اياه ينتهي لما يضغط على كنترول زد، مش على زد، على special character هو control z. يعني بده النهاية هون، مش لما اليوزر يدخل z، بده لما اليوزر يدخل control z. فالآن ال control z هي special character باللغة، اختصاره EOF، تمام، من غير سنجل كوتس. هيك بصير بدي احكي له لما بدك تطلع دخل لي كنترول زد مش زد. طيب فالان لما نيجي نحكي A C B D F بعدين نحكي له كنترول مع الزد،
تفرجوا الـ EOF طبعا هون أعطى إيرور، صار مشكلة عنده، صار ران تايم إيرور. الـ EOF تختلف هي صحيح من كومبايلر لكومبايلر. اللي شارحه بالسلايد على إنها كنترول زد، الآن طبيعة قراءتها ممكن ما تستوعب، ممكن ما يتم استيعابها بالسي إن. فمشان هيك هو هي انتروديوست بهذا البرنامج طريقة ثانية للقراءة. أوكي، فبدنا نتعلم الطريقة الثانية للقراءة. أوكي، وبعدين نرجع لشغلة الإي أو إف. طيب فخلينا هاي مشان ما يضل يطلع معنا الإيرور، نتعلم الطريقة الثانية للقراءة بعدين نرجع نعدل على الكنترول زد اللي حكينا عنها. طيب الطريقة الثانية للقراءة في جملة اسمها cn.get، هاي بس بتقرأ كاركترز. فرج السي ان هاي أحسن، السي ان هاي عامة بتقرأ أي variable أي نوع، ما بهمها انه انتجر ولا كاركتر ولا دبل، كله بتقراه. اوكي، لكن في اشياء خاصه للكاركتر بدنا نستخدمها، الخاص يعني بدي اعمل كومنت لهاي الان، وبدي استخدم cn.get، وبتفتح قوس بتسكر قوس بتحط سيمي كولون. هاي بس بتقرا كاركتر. طيب قرات كاركتر، وين بتحط هذا الكاركتر؟ احنا هون واضح ان منخزنه بالجي، هون المكان اللي بدك تخزنه فيه بدك تكتبه قبل وتحط بعده يساوي، هذا السنتكس تبعها. تمام، هذا السنتكس تبع cn.get. فنفسه بدي اعمل له كوبي، احنا مكررين cn لان تحت هون، بدي برضو استبدل هاي cn بهذا الاشي. اوكي، تمام. الآن نقرأ هاي A، هاي B. مين بعرف ليش قاعد بيعطي incorrect grades؟ هاي C وهاي Z طلع وأعطاني الأيز إنهم واحد، وأعطاني البيز إنهم واحد، والسيز إنهم واحد، يعني عدل لي الأشياء اللي عملتها، والدي والأف زيروز، بس ليش كان يطبع لي معاهم incorrect grade؟ مين عنده جواب؟ قبل لا تخلص المحاضرة عشان ننتقل للكنترول زد. شباب شو رأيكم؟ ما حدا بده يحاول؟ طيب شوفوا تفكروا فيها المرة الجاية نحكي. عيد السؤال. طيب أفياء والجميع، الآن إحنا يعني تدرجنا بكتابة برنامج موجود بالسلايدات عندكم، شفتوا كيف كتبناه واشتغل. الآن برنامج فيه تعديلين بسيطات أو ثلاث تعديلات، عملنا التعديل الأول إنه يستوعب كابيتال وسمول، أنجزناه. الآن فيه تعديلين ثانيات. التعديل الأول حكينا عنه إنه أحول هاي لكنترول زد، وأجلناها شوي عبين ما نعمل التعديل الثاني اللي هو نحول السي ان لسي ان دوت جيت اللي هي خاصة بس بالكاركتر. وبنشوف يعني ليش
cn.get وشو فوائدها. اوكي فوائدها راح نشوف انه ميزتها انه بقدر ادمجها مع الكونديشن مشان استغني عن اني اعمل cn.get مرتين، اعملها برا واعملها جوا. اذا متذكرين احنا عملناها برا وجوا. اوكي فميزه هاي القراءه انها ممكن انها تدمج، مش زي السي ان، ممكن انها تدمج مع جمله ثانيه زي الكونديشن. كيف يعني تدمج مع جمله ثانيه؟ يعني اجي اجيب هاي كامله اعمل اشيلها من هون واحطها مكان الجي هون، بس احطها بين قوسين، بشيل السيميكولون طبعا، بحطها بين قوسين مشان احكي له اول ينفذها. يعني بدي احكي له اول اقرا الجي بعدين شيك انها تساوي الزد ولا لا. تمام؟ هيك ببطل انا بحاجه للسي ان هاي اللي برا، وبالتالي ببطل انا بحاجه للسي ان اللي جوا، لانه صارت السي ان جزء من اللوب. تمام؟ سي او طبعا بقدر اخليهم، ما ببطل انا بحاجه للسي ان لا اللي جوا ولا اللي برا. فهيك بكون انا دمجت السي ان مع الكونديشن بهدف اني ما احتاج وحده برا ووحده داخل اللوب. كيف؟ هذا اول انجاز خلينا نحكي. اوكي طيب الـ IO manipulation احنا مش بحاجة لإنها، صح؟ طيب rebuild start without debugging. هنا دخلنا A، عرفتوا شو السؤال اللي أنا بسأله؟ دخلنا A احنا، بس ليش هنا إجا فجأة اثنين ما قرأ مني value، بس إجا فجأة حكى لي incorrect grade. اوكي طيب دخلنا B نفس الإشي، دخلنا C فقاعد بقرأ من C، بس بعدين بفرض باللي بعديها إنه قرأ مني value عبارة عن فراغ أو عبارة عن إنتر، قرأ مني هذا الكاركتر وحكالي إنه incorrect. هاي المشكلة اللي بحكي بدنا نحلها. ومشكلة الـ Ctrl Z، إحنا الـ Ctrl Z أصلاً عاملين Z إحنا. مرة ثانية A B C بعدين دخلت Z، إحنا عاملينها Z الآن. طيب دخلنا زد واعطاني انه عدد الاي واحد، عدد البي واحد، عدد السي واحد، وهدول اصفار، بس ليش كان في علامات يفشق عنهم زي كانه يقرا مني الانتر ويعمل لي انكوركت جريد؟ هذا السؤال اللي بدي جواب له. اوكي فالدوره فيه تجيبوه المره الجايه، هذا راح نبدا فيه في بدايه المحاضره القادمه، انه نحكي ليش هاي المشكله بتطلع وكيف نحلها. بدنا نحلها بحيث انه يطلع الاشي بشكل طبيعي. تمام؟ ونحكي عن الاي او اف كاركتر، هذول اللي ظلوا بهذا الاكزامبل. المره الجايه نشوفكم ان شاء الله، يعطيكم العافيه.